السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا الطلبة. اليوم إن شاء الله المالتيبلكسر and the multiplexer. المالتيبلكسر اسم آخر يطلق عليه أنه هو الداتا سيلكتر. المالتيبلكسر تعريفه هو عبارة عن device that allows digital information from several sources to be routed onto a single line for transmission over that line to a common destination. ويقصد به أنه عبارة عن جهاز إلكتروني يأخذ الانفورميشن من كذا سورس ويطلقها على لاين واحد. إذن هو بكذا انبوت لكن اوتبوت وحدة. إضافة إلى هذا الحكي موجود بالداتا سيلكتر. طبعا عدد الداتا سيلكتر تعتمد على عدد الانبوت اللي موجودة بالجهاز. زين، الدائرة الإلكترونية اللي نعرفها هنا شنو هي؟ إنه لازم نعرف قبل هذه مبدأ العمل. دائما يا أما يحدد لك بعدد السلكتر اللي موجودة وأنت تحدد اللاين مالت الأنبوت، أو ينطيك الأنبوت وأنت تختار السلكتر. هي عملية طردية بيناتهم. فدائما العلاقة بين الداتا سيلكتر عند الداتا انبوت انه الداتا سيلكتر اذا كانت عندي مثلا 2 فهذا راح يكون الانبوت هي 2 أس 2، هذه number of selector. يعني اذا كانت عندي الانبوت 4 2 سيلكتر يكفوها. ليش؟ لان هذه ممكن تاخذ 0 0 اروح اطلق الدي نوت. إذا كانت 1 0 أطلق الدي 1 أخليها تنتقل على الأوتبوت، وإذا كانت 0 1 أروح على الدي 2 هي اللي تروح على الأوتبوت. لهذا يسموه سيلكتر. أنا أختار الداتا اللي راح تدخل بذلك الوقت. فلما كان الاحتمال الأخير للسيلكتر إنه 1 1 راح تنطلق شكو انفورميشن على الدي 3. ودائما أنا دا أحكي هنا أنا عندي باينري. مهما تكون على الانبوت اللي دي نوت او الدي 1 او الدي 2 او الدي 3 يا اما 0 يا اما 1 ما عندي غير انفورميشن. طبعا هذا في ابسط صور المالتي بلكسر. اذا حدد الانبوت انا راح احدد السلكتر عددها، واذا انا حددت السلكتر دائما اخذ 2 أس السلكتر ينطيني الاكبر رقم للانبوت. يعني أنا مثلاً هنا 2 عندي سلكتر أقدر أستخدم أكبر رقم للأنبوت 4، لكن لو الأنبوت صارت 5 لازم السلكتر يكونون 3 لأن الاثنين ما يكفون الخمسة أنبوت. الخمسة والستة والسبعة لحد 8 أنبوت تكفيها 3 سلكتر. من يكون عدد الأنبوت صاروا 9 لازم أضيف للسلكتر 1، السلكتر راح يكون عندي 4. لأربعة راح تغطي، إذا عندي 4 سلكتر راح يكون أكبر رقم للأنبوت هو 16 مشترك. إذن هذا هو مبدأ العمل. مثل ما قلت قبل شوية طبعا أنت مو هنا أنا عندي الأس نوت هو الليست والسلكتر الثاني هو الموست. فلو كان عندي 2 سلكتر لو كانت 0 0 راح يطلع الدي نوت مثل ما قبل شوية ذكرنا، وعندي الدي 1 والدي 2 والثري حسب السلكتر نمبرز. هذا هو مبدأ عمل المالتيبلكسر، ودائما يطلقون عليه هذا الشكل، هذا يطلقون عليه 4 في 1 مالتيبلكسر. هذا هو رمز 4 في 1، أو نبات يقولون 4 أنبوت مالتيبلكسر. زين، أريد أشوف الدائرة الإلكترونية اللي بداخل هذا البلوك شنو؟ يعني هذه هي السيركت. عملية رسمها كلش بسيطة، إنه أنا عندي 4، طبعاً أحددهم عدد 4 لأن أنا أعرف إنه عندي 4 أنبوت. طبعاً 4 أنبوت بعدين يعني كلها تنجمع بأور، يعني عم تتوحد بأوتبوت وحدة. هذه الأربعة أنبوت داخلة بيها 4 أنبوت كل وحدة وحدة. هذه الأنبوت الأربعة. عندي السلكت الأس نوت والأس وان. الأس نوت أيضا عنده الانفيرت مالته، والأس وان أيضا عنده الانفيرت مالته. يعني إذا احتاجيت S1
داش اخذ منه، واذا احتاجيت اس نوت داش اخذ منه. الحاله الدي نوت، ايش وقت الدي نوت تطلع على الاوتبوت اللي هنا هي الاوتبوت؟ ايش وقت استخرج الدي نوت على الاوتبوت؟ لما يكون الاس نوت والاس 1 0 0 راح يكون هذا عندي اول لاين، هذا اول انبوت. الدي 1 تدخل على الاوتبوت او تستخرجها على الاوتبوت لما يكون عندي الاس نوت 1 والاس نوت 1 والاس 1 0. الاس 1 0 هو موجود عندي هنا، يبقى عندي فقط الاس 1 الاس نوت 1. عندي الدي 2 تدخل على الاوتبوت، نقدر نوجدها على الاوتبوت لما يكون الاحتمال هو 0 و 1. هذا هو ال 0 وهذا هو ال 1. والاحتمال الثالث او الدي 3 هاي رابع انبوت، نستخرجها على الاوتبوت لما تكون عندي اثنيناتهم واحدات، هذا واحد وهذا الاخر. هذا هو نفس اللي مرسوم عندكم بالفيجر. هذا هو 4 4 انبوت مالتيبلكسر، فيا اما 4 ينطيها في واحد يا اما يقول لك 2 2 سلكتر. من 2 سلكتر لازم اعرف انه اكبر رقم بالانبوت هو 4. هذا كل ما يهمني بالمالتيبلكسر، الفانكشن مالته، التعريف من خلال التعريف، الدائره مالته، والتروث تيبل مالته، والبلوك دايجرام. طبعا هذا 4 في 1، ممكن واحد يرسم لنا 2 في 1، ممكن واحد يرسم لنا 8 في 1، هاي كلها لازم تعرفون الرسم مالتها، وممكن تدخل حتى 16 في 1. فانت لازم تعرف 16 لازم عندك 4 سلكتر، بالثمانية لازم يكون عندك 3 سلكتر، بالاثنين 2 انبوت لازم يكون عندك 1 سلكتر. هذا الاي سي اما مطلبتكم به، اروح على الدي مالتيبلكسر. الدي مالتيبلكسر من الفانكشن مالته هي عكس المالتيبلكسر. المالتيبلكسر كان يجيب لي المعلومات من several lines ويحطها على line واحد، لكن الدي مالتيبلكسر ياخذ الانفورميشن الموجوده على line واحد ويوزعها على several destination. اذا انا عندي هذا هو راح يكون الرسم مالتها. انا اريد بالاوتبوت 4 اوتبوت، فهذه الأربعة اوتبوت. عندي لاين واحد بالانبوت، هذا واحد في 4 دي مالتيبلكسر. هذا الواحد راح يدخل على كلهم، على كل الاند. بقت عندي السلكتر، يا اما السلكتر راح ارسمها نفس الرسم السابق، هذا هو الاس نوت وهذا الاس نوت داش، وهذا ايضا عندي الاس 1 وهذا الداش. اذا عمود استخرج الدي نوت هنا، راح ادخل عليها الاس نوت 0 والاس 1 0، وهذا هو وبالنسبة للديوان تستخرج على الأوتبوت لما يكون الأس نوت واحد وهذا هو الواحد، والأس وان داش وهذا هو الداش. الدي تو نستخرجها لما تكون على الأس نوت زيرو وهذا هو الأس نوت زيرو والأس وان وان. والحالة الأخيرة الدي 3 نستخرجها، شكو موجود على الانبوت، هذا طبعا الانبوت، شكو موجود على الانبوت نستخرجها على الدي 3 لما يكون الاس نوت واحد والاس 1 ايضا واحد.
هذه هي الدائرة مات الدي مالتيبلكسر اللي هي موجودة هنا نفسها. هذا هو عمل المالتيبلكسر ودي مالتيبلكسر. فلو أفرض أني عندي الأنبوت إجتني واحد الأنبوت إجتني هنا واحد، فهذا الواحد المن راح يأخذها، من يأخذها الدي نوت لو دي وان لو دي تو لو دي ثري، تعتمد على المالتيبلكسر. فلو كانت المالتيبلكسر صفر صفر أستخرج الوان على فقط على الدي نوت، الباقيين زيروز. ولما يجيني السلكتر وان زيرو أستخرج شكو على الأنبوت على الدي وان والباقيين كلهم زيروز. ولما يجيني الزيرو وان السلكترز راح يكون الأنبوت اللي هي وان أشوفها على الدي تو. ولما تجيني الحالة الأخيرة اللي هي وان وان السلكتر وان وان راح أستخرج شكو على الأنبوت اللي هو الواحد على الدي ثري والباقيين كلهم زيروز. هذا هو مبدأ عمل الدي مالتيبلكسر. لو أحد يبوا عليه هذا الشكل يمكن يوحيد إياه أكثر، راح أخلي لكم إياه بهذا الشكل وأريدكم تشوفون إيش جاي يصير. هذا بمن يذكركم بلوك دايجرام عبارة عن بلوك دايجرام بـ 2 انبوت و 4 اوتبوت. هذا هو الديكودر الاثنين في أربعة، دائما يطلقون على دي مالتيبلكسر ممكن يستخدمونه كديكودر. ليش؟ هسه واحد يقول لي وين عد الداتا انبوت؟ الداتا انبوت اللي هي هنا مستخرجيها واحد على الجهة هو نفسه اقدر استخدمه كانيبل. والانيبل سبق وان شفتوه بالمحاضرات السابقة انه عبارة عن لاين يدخل الى الشيب، ممكن يعطل عملها او ممكن ينطي او يطلق عملها. شلون؟ لو كان هذا انيبل، لو كان هذا انيبل ودا يدخل على كل الاند جيت، اذا هذا الانيبل اجاني صفر راح كل الاند جيت كلها صفارة. لكن لو اجاني واحد اوكي ماكو مشكلة وتشتغل وتعتمد بعد على الانبوت اللي هي لانه اثنين عندي في أربعة. هذا هو مبدأ الانيبل. الانيبل ممكن يعطل العمل، وطبعا ممكن يكون الانيبل اكتيف هاي وممكن يكون اكتيف لو. انا هنا احكي اكتيف هاي، يعني اكتيف هاي اذا هو واحد تشتغل الادات، لكن في لحظه من اللحظات او في اي سيات اخرى حسب يكون النوع مالتها هي اكتيف هاي او اكتيف لو حسب ما ينطيني بمواصفات الداتا شيت مالت الاي سي اللي انا مستخدمته. اذا ممكن هذا الدي مالتيبلكسر استخدمه ديكودر في حاله اني احتاج الديكودر، واعتبر الداتا انبوت هو انيبل. وهم خلوا على بالكم اذا سوينا 2 في 1 مالتيبلكسر راح نشوف الواحد في 2 دي مالتيبلكسر، وهسه هنا سوينا الأربعة في 1 سوينا الواحد في 4. وخلوا على بالكم محتاجين الثمانية في واحد والواحد في ثمانية، وممكن يكون 16 في واحد وواحد في 16. طبعا لازم تعرفون المالتيبلكسرات او قصدي السلكترات شلون راح ندخلهم على الاند. ارجع واقول هنا المالتيبلكسر راح يكون عنده اوتبوت وحدة، المالتيبلكسر اوتبوت وحدة لكن عنده سيفيرال انبوت، ولكن الدي مالتيبلكسر بانبوت وحدة وسيفيرال اوتبوت. لحد الآن ما انتهت المحاضرة، هو أنا الجاي إلي اللي أريد أشرح لكم إياه إنه مثل ما استخدمنا الديكودر في تنفيذ أي معادلة، في تنفيذ أي معادلة هنا راح ناخذ شلون راح نستخدم المالتيبلكسر في تنفيذ أي معادلة. السؤال يجيكم by using multiplexer، في بعض الأحيان راح يحدد لك نوع المالتيبلكسر وفي بعض الأحيان ما يحددها يبقيها عليك. by using multiplexer
element F. الF أنا أعطيكم إياها كمعادلة أو كcanonical form. إذا كcanonical form بالsmall notation للA وللB وللC راح أعطيكم هذه الفاكشن. راح أفرض إنه موجود بالواحد وبالثنين وبالأربعة والخمسة. طيتك الفاكشن. راح أبدي بالtruth table. من شكل الF بيها A وB وC. خلوا على بالكم أنتوا هنا مستخدمين الA most significant bit. 8 احتمالات. وF وحدة. 0 0 هذا وهذا الواحد وهذا الاثنين. هاي الثلاثة. هاي الأربعة. هاي الخمسة. وهاي الستة. وهاي السبعة. لي مور انفورميشن هذا حيكون الصفر. 2 3 4 5 6 7. هاي فقط للترتيب لمعرفة عدد الأرقام. عندي الاف بالواحد معطيني اياها سميشن يعني بالواحد واحد. بالاثنين واحد. بالأربعة واحد. بالخمسة واحد. إذن باقي ما منطيني إياها إذن هي زيروز. وإذا انطاك إياها بالسؤال هذه السمول نوتيشن انطاك إياها باي يكون الأفضل أن تستخرج من عندها السميشن. ونبعت ينطيك إياها كمعادلة يعني كبوليان إكسبرشن. طبعا أكو عدة طرق في عمل التنفيذ المالتيبلكسر للفاكشن. راح أسوي لكم أكثر عمليتين. أنا بالنسبة لي الطريقة الأولى كلش سهلة راح أعتمد على التروث تيبل، والطريقة الأخرى راح أعتمد على مخطط. الطريقة الأولى راح أباوع على هذه الحالة. هذه الحالة طبعا راح أستخدم هاي الحالة راح أستخدم 4 في 1 مالتيبلكسر. ما طول 4 في 1 لازم أقسم هاي 8 إلى 4 مجاميع. 4 مجاميع هي جاهزة بالنسبة لي ما عندي مشكلة. شون جاهزة؟ هنا الأي والبي اثنيناتهم زيروز، إذن هاي المجموعة الأولى، هذه المجموعة الثانية، هذه المجموعة الثالثة، وهذه المجموعة الرابعة. راح بالنسبة لي دول راح أعتبرهم سيلكتر الأي والبي. هذا راح اعتبره على اعتمد بيه بالانبوت. شلون اشوف هنا الاف صفر بهاي الحاله، بهاي الحاله الاف صفر والسي صفر، الاف واحد والسي واحد، اذا الاف تساوي لنا السي نفس السي. هنا الاف واحد لكن السي صفر، والاف صفر والسي واحد، هذا عكس السي سي داش. هذه الحاله، هذه الحالة ما تعتمد على السي لأن تثبت على الواحد، إذن أسميها واحد. هاي الحالة الأخيرة أيضا ما تعتمد على السي، راح أعتمد يعني هي صفر بكل الأحوال، شغل ما تجيني السي هي صفر، إذن هي صفر. هيئت الأوضاع إلى استخدام البلوك دايجرام. طبعا هذا الوضع نستخدم بلوك دايجرام. بلوك دايجرام راح أرسم أبو الأربعة. عندي 4 انبوت بدون ما يعني هنت أنطيك، أنت لازم أكو تعرف إنه أكو سلكت 2، سلكت 2 S not و S 1. هذا راح أسميه الزيرو أو دي زيرو مو مشكلة، وواحد واثنين وثلاثة، وهذا هو الأوتبوت. هذا راح أسميه 4 في 1 مالتيبلكسر. لما تجيني الاس نوت والاس 1 0 0، طبعا الاس نوت والاس 1 هم منو هنا بالنسبه لي؟ هم الاي والبي. انتبه على الاي هو الموست. لما تجي الاي والبي صفاره راح يطلع لي شكو على الزيرو. على الزيرو منو لازم اخلي سي. بالواحد منو اخلي سي داش.
بالاثنين منو أخلي؟ أخلي الواحد، وبالثلاثة أخلي الصفر. وإن شاء الله ماكو عندكم مشكلة. يعني إجيت أني جيت خليت السي، لأن هنا كان الأي والبي أصفارة، خليت السي داش لأن هنا كان رقم واحد، وهنا رقم اثنين، وهنا رقم ثلاثة. خلاص الديزاين وخلصت التنفيذ. في بعض الأحيان أنطيك هذا الشكل، أنطيك هذا الشكل وأقول لك أنطيني الفاكشن الآني مستخدمتها، يعني لازم ترجع أنت تسوي عكس الشيء وتطلع لي التروث تيبل من عنده، وبعدين تطلع لي الفاكشن هذه العكس مالتها. لكن الطريقة الثانية وأيضا سهلة. الطريقة الثانية طبعا أنت مخير تأخذ الطريقة الأولى تأخذ الطريقة الثانية. طبعا هذه الطريقة الأولى تقدر تأخذ أنت أي واحد من الأي والبي والسي سيلكتر، يعني هنا أنا اللي دي سويته خليت السيلكتر أي وبي. أنت تقدر بغير طريقة تأخذ الأي والسي سيلكتر، تأخذ البي والسي سيلكتر، كلها تقدر، بس هذه أبسط وحدة لأن دايركت موجودة ومجهزة بالتروت تيبل. أعتمد الطريقة الثانية السكند ميثود. السكند ميثود شو أسوي؟ أروح أخلي فد مخطط بسيط جدا ما له علاقة بالكارنوف ماب، ما له علاقة بالكارنوف ماب، لأنه التروث تيبل بي 8 بي 8 أوتبوت، يعني موجودة عندي 8 احتمالات. لو لي 8 احتمالات راح أخليهم مثل ما هم بهذا المخطط. يعني شلون؟ يعني أروح أباو على الأف، الأف 0 1 1 0 1 1 0 0، أجي أنزل الأوتبوت مثل ما هي على هذا المخطط. هذا المخطط شو وقت أباو عليه؟ هاي الأربعة الأولى، هذه الأربعة الأولى اللي هي العليا، هذه كلها هنا أي داش. ولو تروحون تباون عليه بالضبط هو الأي داش هنا أنا. الأي داش يعني الأي صفر. أرجع على الاحتمالات الأربعة الباقية اللي هي عرفتوها، أي يعني متأكد يعني عرفتوها، هي الأي أي يعني الأي واحد. أنا هنا راح أعتمد على الأي بالأنبوت، هناك بالطريقة الأولى اعتمدت على السي بالأنبوت، إذا بين الباقيين هم راح يكون بالنسبة لي سيلكتر، من هم السيلكتر راح يكونون هم البي والسي. راح أجي أستخرج مثل ما قبل شوية استخرجت مجاميع أربعة، هنا أنا هم راح أستخرج مجاميع أربعة. الأول هو هذا، هذا أول واحد، هذا الثاني، هذا الثالث، وهذا الرابع، فقط الترتيب اختلف. إذن أجي أباوع، وين الواحد موجود؟ موجود ويا الأي، إذن هو أي. أروح أباوع على الواحد، الواحد هذا ويا الأي، إذن هو أي. هذا المجموعة الثانية اثنيناتهم واحدات، إذن أسميها واحد لأن ما تعتمد على الأي. هنا أنا إذا تباعون الواحد وين صاير؟ صاير بالأي داش، إذن هذا أي داش. والحالة الرابعة أو المجموعة الرابعة اثنيناتهم زيرو، فهي زيرو. قسمت الثمان مجموعات أو ثمان احتمالات إلى أربع مجاميع. راح أجيب التروث تيبل أو البلوك دايجرام، وهذا هو البلوك دايجرام، وبي أربعة أنبوت، وهذا هو أربعة في واحد مالتيبلكسر، وهذه هي الأوتبوت اللي هي الأف. السيلكت لازم عندي اثنين، هذا هو السيلكت أس نوت وأس ون، وهذا هو الصفر، وهذا هو الواحد اثنين ثلاثة. بما أنه اعتمدت على الأي بالأنبوت، إذن السيلكتر راح يكونون بالنسبة لي البي والسي. انتبهوا ما يصير تقربون البي والسي، لأن السي هو الليست. وأحط على الانبوتس الأربعة، هنا أنا أي، هنا أنا أي، هنا واحد، هنا أنا أي داش، وهنا أنا الصفر. فراح يجيني البي والسي زيرو زيرو،
يا حالة راح تطلع لي، لازم تطلع لي الأي لأن رقم صفر، رقم صفر عليه الأي. بس نشوف بالتروث تيبل لما يكون البي والسي صفرين، استخدم لكم غير لون. هذه الحالة الأولى لما البي والسي هاي، البي والسي صفر، الأي صفر راح يطلع لي الأوتبوت صفر. الحالة الثانية لما يكون بي والسي بها صفارة هي هاي، الأي جاني واحد راح يطلع واحد. إذا حسب الأي، حسب الأي. لهذا تشوفون بالبلوك دايجرام هو أي، تعتمد على الأي. الأي إذا جتي صفر ينطيني صفر، الأي إذا جتي واحد ينطيني واحد، وهكذا بالنسبة لبقية الاحتمالات. لما يكون يجيني 1 0 وين راح أباوع؟ راح أباوع على رقم واحد، وبكل الأحوال الأف تطلع لي واحد. ولما يجيني 0 1 راح يطلع لي عكس الأي، يطلع لي عكس الأي. الأي إذا جتني صفر يطلع واحد، إذا أجتني الأي واحد يطلع صفر. الحالة الأخيرة لما يكون عندي البي والسي 1 1 راح يطلع الرقم 3، ورقم 3 عليها صفر. بكل الأحوال ما تعتمد على الأي، إذا أجتني الأي صفر تطلع صفر، إذا أجتني الأي واحد تطلع صفر، لأن هي بكل الأحوال صفر. هاي عملية التنفيذ واستخدام المالتيبلكسر في تنفيذ أي معادلة. وأرجع وأقول لكم إذا أنطاك إياها عكس، يعني أنطاك هذا الشكل وقال لك أريد الفاكشن، فالشغلة إن شاء الله بالنسبة لكم سهلة. أروح أكتب التروث تيبل مثل ما أنا عندي، وأخلي كل حالة بحالتها إن شاء الله، وتقدرون تستخرجون التروث تيبل. مستعدة لأي سؤال عبر الكلاس روم مالتكم.